يوم 8 آذار من سنة 83 بجامعة بغداد كلية الطب. كانت الكلية مسوية احتفالية بمناسبة هذا اليوم يوم المرأة العالمي، فسووا احتفالية بداخل هاي الكلية. تم تزيين كل الأقسام مال كلية الطب، وتم يعني وضع النفاخات الوردية والنشرات بكل الممرات وبكل قاعات الكلية. حضروا كل الطلاب بهذا اليوم وكانوا جايين بكامل أناقتهم وقيافتهم، يعني تعرفون حفلة وبين الطلاب، وبعضهم طبعا جابوا وياه كيك وحلويات ويعني مشروبات غازية، تعرفون هذا الجو مال الحفلات اللي تصير بداخل الكلية. طبعا الكل كان متونس ودي يسولفون ويحجون، ويعني كانت أجواء احتفالية لطيفة. لكن بعد شوية وعلى نص النهار تقريبا تفاجأوا كل الطلاب بصوت صراخ عالي جدا جاي من قسم الباثولوجي بالكلية. طبعا الباثولوجي هو علم الامراض يعني حتى بس تعرفون، فكان جاي من هذا القسم صوت الصراخ. طبعا الصرخه اجتني من استاذ الطب العدلي المحبوب جدا دكتور ضياء الموسوي، اللي كان قاعد كلش عادي ودا يسولف ويا زملائه، لكن اول ما شرب من العصير اللي قدامه صرخ بصوت عالي وقال لهم لا تشربون العصير مسموم. لكن للأسف كان فات الأوان وكثير من الأساتذة اللي كانوا قاعدين يمه بالفعل شربوا من العصير، فبدأ بعضهم يتلوى وبعضهم يصرخ وصارت حالة من الرعب والفوضى بكل الكلية. طبعا تم طلب الإسعاف وتم نقل الأساتذة اللي كانوا بحالة حرجة جدا، تم نقلهم إلى مدينة الطب، مستشفى مدينة الطب، وهناك أثبتت المستشفى أنه صارت حالة تسمم جماعي لهذول الأساتذة. بعد ما تم إسعافهم وإعطائهم يعني العلاجات اللازمة، تم إنقاذ حياة ثلاثة من هذول الأساتذة اللي شربوا من هذا العصير، وتم يعني إنقاذ حياتهم وقاموا بسلامة لأنهم الواضح أنهم شربوا كمية قليلة ممكن من عنده. المهم تم إنقاذ حياتهم، لكن الأستاذ اللي نبههم الأستاذ ضياء الموسوي فقد حياته ومات أثر التسمم. الأستاذ اللي نبههم ويعني خلاهم ما يشربون العصير الأستاذ ضياء الموسوي للأسف فقد حياته وما قدروا ينقذوه ومات. والتقرير الطبي للمستشفى وضح أنه سبب الوفاة كان حالة تسمم حاد بمادة سيانيد البوتاسيوم السامة. زين ليش وشنو اللي صار وشلون وصل السم لهذول الأساتذة؟ أنا ساري حسام وهسه 12:30. كلية الطب بجامعة بغداد بالثمانينات كانت من أقوى وأفضل الكليات بالعراق، وكانوا طلابها يعني من طبقات اجتماعية مختلفة، بعضهم اللي كانوا من يعني طبقات اجتماعية بسيطة جدا، وبعضهم لا كانوا من طبقات اجتماعية جدا غنية ومرفهة ويعني أرستقراطية بين قوسين. من هذول الطلاب كانت طالبة اسمها مي. مي كانت من عائلة غنية جدا، يعني عائلة ثرية وأرستقراطية ومعروفة يعني بالمجتمع العراقي والبغدادي، وأيضا لهم باع بالسياسة من الخمسينات تقريبا لحد الثمانينات. فأهل مي وعائلتها كانوا رايدين أنه بنتهم تكون دكتورة بأي طريقة، علموها بأحسن المدارس، جابوا لها أحسن الأساتذة حتى تقدر أنه تجيب معدل جيد وتدخل لكلية الطب، وبالفعل هذا اللي صار ودخلت لهاي الكلية. لكن مي ما كانت موفقة جدا بدراستها ولا كانت حابة أصلا المجال اللي تدرس به، ولذلك عادت أكثر من سنة بالكلية. ومو بس هيجي، مي كانت غريبة الأطوار نوعا ما، فكانوا يعني أغلب الطلاب بالكلية ما يحبون أنه يحتكون بيها أو يتواصلون وياها، فما كان عندها أبدا أي أصدقاء ولا من الذكور ولا من الإناث، يعني كانت شخصية انعزالية ونظراتها غريبة نوعا ما للطلاب، ويعني شقد ما كانت تحاول انها تندمج وياهم كانوا دائما يبعدوها، وبسبب تصرفاتها اللي يعتبروها غريبة ما كانت تلقى اي اصدقاء بالكلية. فحتى كانت الايام اللي تداوم بيها بالكلية ما كانت ايام كثيرة، لا كانت تغيب كل شهواية وتحضر بس بكم محاضرة. من المحاضرات اللي ما كانت ابدا تفوتهم مي ولا اي واحد من زملائها كانت محاضرة الطب العدلي للدكتور ضياء الموسوي، لانه كان يعني بهاي المحاضرة يحكي كثير من
قصص لطلابه عن القصص اللي تصير بالجرائم وبالطب العدلي والأمور الغريبة اللي تصير بداخل المشرحة ويعني أثناء التحقيق بهاي الجرائم. فكانوا كل الطلاب ينبهرون بي وبقصصه ويحبون أسلوبه، فكانت يعني مدرجات المحاضرة مالته دائما مليانة مو بس بطلاب من كليته وقسمه، لا وإنما طلاب من أقسام وكليات أخرى يحرصون أنه يحضرون بمحاضراته. الأستاذ هذا كان قامة من قامات الطب العدلي وكان أيضاً من مؤسسين هذا المجال بالعراق، فكان يعني موسوعة وكان دائماً يحكي للطلاب على أنه هو يعني مرت عليه كثير من الحالات مال تسمم والحالات مال يعني القتل بكل أشكالها، فكان عنده خبرة جداً عالية ودراية بكل أنواع السموم وكل أنواع هاي الأمور. وقال مرة لطلابه وهو يمزح أنه الحالة الوحيدة اللي ما مرت عليه هي حالة التسمم بسم السيانيد القاتل، وقال انها اكيد يوما ما راح تمر عليه خلال عمله. دكتور ضياء رغم انه كان محبوب جدا من طلابه الا انه كان اكو كثير من الاساتذه ما حابيه ويعني يغارون من هذا نجاحه وتاثيره على الطلاب، وايضا الشخص اللي يشتغل بمجال الطب العدلي يصير له هوايه اعداء، اولا من المجرمين اللي هو يعني اثناء عمله وتحقيقاته وتشريحه للجثث يعني يوديهم للسجن، وايضا اهالي هذول المجرمين أو حتى أهالي الضحايا اللي ممكن يعتبرون أنه تقريره ما كان منصف لأبنائهم أو يعني ذويهم اللي توفوا وما انذكر التفاصيل اللي هم رايديها تنذكر بالتقرير، فكان له كثير من الأعداء. المهم بعد فترة إجا للكلية معيد جديد، كان شاب وكان دا يعمل جديد كأستاذ معيد بهاي الكلية وكان من عمر الطلاب، فيعني كان يعني علاقته بيهم علاقة مقربة كونه من عمرهم، وتعرفون المعيد بالكلية الكلية دائما يصير مختلف عن الأساتذة كونه من نفس عمر الطلاب تقريبا. بدأ يلاحظ هذا المعيد أنه مي دائما عينها عليه ودائما تنظر له بنظرة مختلفة عن باقي الطالبات، وهو أيضا بدأ نوعا ما ينجذب المي، فبدأوا يتقربون أكثر واحد من الثاني ويحجون أكثر بالبداية كأستاذ وطالبته، لكن بعد ذلك تطور الموضوع بيناتهم أنه صارت علاقة غرامية بيناتهم. طبعا كل الخبر انتشر بكل الكلية وبكل القسم وبدأوا كل الطلاب يعني يحجون ويتهامسون على يعني مي الفقيرة اللي ما حد بحالها غريبة الأطوار وشون انه هي داخلة بعلاقة ويا المعيد. طبعا بسبب نظرات الطلاب وبسبب كثرة الكلام جدا بدأت مي تضغط على الأستاذ مالتها على المعيد هذا انه يصير شيء رسمي بيناتهم او انه يرتبطون او انه يعلن علاقته لهم حتى ما تظل هي بهذا الموقف، الى أن فاجأها الأستاذ ورفض. مو بس رفض أنه يرتبط بها وإنما قالها أنه أنا أساساً ما حبيتك وأنت شخصيتك أساساً ما تنحب ويعني بتصرفاتك مو مال وحدة عاقلة ولا مال وحدة ممكن أنه أرتبط بها ويعني أنت غريبة الأطوار، فخلينا نبتعد وشكراً، ولهنا أنا بعد ما أقدر أكمل وياك. طبعا مي جن جنونها وما عرفت شنو تسوي لانها صارت بحاله احراج قدام كل الطلاب اللي يعني بدا ينتشر الخبر ويعرفون انه الاستاذ اصلا ما رايدها وهي اللي لازقت له بين قوسين، فبدأت تتصرف بعدائية جدا كبيرة ويا الطلاب خصوصا يلمحولها بهذا الموضوع، وأيضا بدأت تعتدي على الأستاذ المعيد هذا ويعني تعنفه قدام الكل وتشتمه بنص كل الأساتذة وتذكره بهذا الموضوع وإنه مو بسهولة يقدر يعوفها وإنها ما راح يعني تعدي له الموضوع بسهولة. طبعا بعد ما تكررت تصرفاتها العدائية قرروا أخيرا الجامعة إنه يفصلوها من الكلية، واتخذوا هذا القرار بعد أكثر من تصرف عدائي بدر من عدها. وبسنة 83 تم فصل مي اللي كانت بمراحلها الأخيرة من الكلية، تم فصلها من الكلية تماماً. عدت الأيام ونسوا الطلاب كل هاي القصة ونسوا أصلاً مي، وبيوم 8 آذار من سنة 83 نظمت الكلية احتفالية كبيرة بمناسبة عيد المرأة العالمي، ومثل ما قلت لكم زينوا كل أقسام الكلية وبدأوا الكل يعني يجون بملابس جداً جميلة، والكل كان ملتهي إنه يسولف ويحتفل ويا صديقة يعني زميلة أو ويا أساتذتهم. طبعاً كل أحد من الطلاب كان جايب وياشي، أحد جاب كيك، أحد جاب حلويات، وأيضا تشاركوا عدد من الطلاب وجابوا العصائر والمشروبات الغازية.
مجموعة من الأساتذة كانوا قاعدين بإحدى القاعات فتقدم لهم مشروب المشن. طبعاً للناس اللي ما يعرفون شنو المشن وخصوصاً الناس اللي خارج العراق، هو مشروب غازي بالضبط مثل الميرندا. أعتقد هو موجود بكل مكان، بس يعني للناس اللي ما تعرف فهو بالضبط مثل الميرندا، يعني عصير برتقال لكنه غازي. عموماً هذول الأساتذة كانوا 5 أشخاص تقدم لهم هذا العصير، ومثل أي أساتذة ثانيين تقدم لهم بيبسي أو أي شيء، بدأوا يشربون بالعصير مالتهم. أول أساتذة اللي شربوا واللي كان قاعد من ضمن هذول الـ5 أساتذة كان الأستاذ ضياء الموسوي، اللي تقريباً شرب نص الزجاجة برشفة وحدة. فهنا وبسبب خبرته العالية جداً بمجال السموم ومجال الطب العدلي، حس بتقلصات بمنطقة البلعوم وعرف فوراً أنه هاي أولى أعراض التسمم بمادة السيانيد. فصرخ على كل زملائه وقال لهم لا تشربون من عصير المشن هذا لأنه مسموم. وبالفعل كلهم توقفوا، ويعني ما كانوا شاربين غير كميات قليلة جداً، فيعني قدر أنه ينقذ حياتهم بتنبيهه هذا، لأن للأسف هو اللي تسمم وتوفى. طبعاً بدأ تحقيق الشرطة بالموضوع، لأنه عرفوا أنه حالة التسمم هاي ما راح تصير من وحدها، أكيد أكو مجرم وأكو فاعل. وصلوا بالتحقيقات أنه فقط هذول الـ5 أساتذة اللي كانوا قاعدين سوا هم اللي تقدم لهم المشن المسموم والمحقون بمادة السيانيد. زين ليش ممكن أحد يسمم 5 أساتذة ويقتلهم؟ يعني شنو مسوي له؟ خصوصاً أنه هذول الأساتذة كانوا مثلاً مو أساتذة لمرحلة واحدة، أو ممكن يكونوا رسبة وطالب واحد، لا، كل واحد كان من مرحلة مختلفة ومن قسم مختلف، وماكو أي شيء يربط بين هذول الأساتذة الـ5. طبعاً هذول الـ5 أساتذة 3 من عندهم شربوا يعني كمية قليلة من العصير، فيعني تم إنقاذ حياتهم، ما صار لهم شيء. طبعاً دكتور ضياء هو الضحية الوحيدة، هو اللي مات. أما يعني الأستاذ الـ5 فأصلاً ما لحق إنه يشرب، فنجى بأعجوبة. زين قبل كل شيء، هو شنو السيانيد وشلون وصل لزجاجات العصير هاي؟ السيانيد أو سيانيد البوتاسيوم هو مادة كيميائية عالية السمية، يعني من أكثر المواد السامة خطورة. مجرد ما تدخل جسم الإنسان وبعد ثواني تطلق غاز سيانيد الهيدروجين، وهذا الغاز يأثر على كل خلايا الجسم ويمنعها من أنها تستقبل الأكسجين، يعني تخنق الشخص من الداخل فيموت فوراً بعد دقائق. زين القاتل منين جاب هذا السم ومنين جاب هاي المادة عالية الخطورة؟ بالحقيقة هاي المادة ممكن أنه أي شخص يحضرها من المختبر الموجود بالكلية نفسها، لأنه ينتج من تفاعل حمض السيانيك وهيدروكسيد البوتاسيوم بعملية التقطير. فأي أحد بالكلية يقدر أنه يحضر هذا النوع من السم من الأساتذة أو من الطلاب، فبدل شك يعني يشمل كل الموجودين بالكلية والقسم هذا. طبعاً سنة 83 ما كان أكو أي كاميرات، فما حد قدر يعرف منو دخل للمختبر ومنو اللي بالفعل جاب هذا السم ومنو اللي خلاه بالعصير لهذول الأساتذة، إنما الكل كان مشتبه بهم من أساتذة وأيضاً من الطلاب. جت بعض الشهادات لمركز الشرطة من بعض الطلاب اللي قالوا إنه أكو وحدة من الطالبات ده تتصرف بتصرفات جداً غريبة ومثيرة للشبهات، يعني كانت ده تراقب هذول الأساتذة بشكل مريب، وأيضاً كانت ده تتصرف بغرابة بعد ما صارت الهوسة هاي ويعني انعلن إنه الأساتذة تسمموا. مو بس هيك، لاحظوا انه باللوكر مالتها كانت محتفظه بعدد كبير من زجاجات هذا العصير من البطاله مال المشن، فاستغربوا كلش ليش ممكن يعني تجيب هلقد كميه وتخليها باللوكر مالتها. ومو بس هيك، كانت تعزم على الطلاب حتى يشربون من عندها، لانه يعني من حسن حظهم قالوا لها ما نريد نشرب. ما حد أخذ من عندها العصير، لانهم اغلب الطلاب ما كانوا يحبوها ولا يرتاحوا لها. يذكركم هذا الشيء بوحده، الطالبة هاي كانت مي اللي انفصلت من أشهر من الكلية. مي المفصولة واللي حست إنه هي لازم تنتقم ولازم تأخذ بثارها من كل الطلاب اللي يعني يتنمروا عليها نوعا ما، ومن الأستاذ اللي هي برأيها إنه هو كان سبب فضيحتها وسبب إنها تنفصل من الكلية. فلما سمعت بهاي الحفلة بيوم المرأة العالمي قررت إنها تلبس وتحضر هاي الحفلة، لكنها ما تحضر حتى تحتفل مثل باقي الطلاب، وإنما كانت رايحة حتى تنفذ خطة ببالها.
كانت الخطة هي خطة انتقام من المعيد اللي حبتها وحبها مثل ما هي توقعت، وبالأخير يعني كان سبب بدمار حياتها مثل ما هي تعتقد، فقررت إنها تروح حتى تتخلص من عنده. طبعا قدرت تدخل بسهولة يعني وتتجاوز الأمن، لأنه كانت حفلة وكثير من الطلاب كانوا مصطحبين يعني ناس من خارج الكلية، وأيضا هي وجهها معروف بالنسبة ل يعني أعضاء الأمن، فقدرت إنه تدخل بسهولة للكلية. أول شيء سوتها إنها راحت للكافتيريا مال الكلية أو المحل اللي يبيعون به المشروبات وكل شيء، واشترت عدد من زجاجات بطالة عصير ميشن، واستغلت انشغال كل الطلاب والأساتذة بالاحتفال، وراحت للمختبر ودخلت، ومنك أخذت مادة سيانيد البوتاسيوم السامة، واللي هي طبعا كونها طالبة طب تعرف كلش زين مدى خطورة هاي المادة، فأخذت السم وبعدها دستها بوحدة من بطالة العصير هاي، وراحت حتى تدور على هذا الأستاذ وتقدر بطريقة ما إنها تنطي البطل. طبعا لما وصلت للأستاذ لقيتها قاعد وهي أربع أساتذة ثانيين، ف خافت انها تروح وتنطي البطل وحده، فممكن يشك انه بيشي او بعد ما يتسمم ويموت يعني ممكن يعرفون ويشهدون انه هي اللي انطتها هذا البطل. فاللي سوته انه هي سممت اربع زجاجات ثانيات، وبدون ما ينتبهون منه هي قدرت انه تخلي الزجاجات قدام هذول الاساتذه، وكانوا كلهم محقونين بالسم. يعني تخيلوا حتى تتخلص بس من هذا المعيد قررت انها تتخلص ويا اربع اشخاص ايضا وهم أبرياء وما لهم أي علاقة بيها ولا إلها أي علاقة بيهم، يعني عقلية إجرامية فظيعة. بعد ما طلعت مي مو بس يعني كانت ناوية أنه تسمم الأستاذ وخلص وهذول أيضا الأساتذة اللي وياه، لا، بدت أيضا تعزم على زملائها وزميلاتها أنه يشربون من العصير اللي كانت مسممته مسبقا، لأنه اكتشفت الشرطة أنه أغلب زجاجات العصير اللي كانت وياها كانت أيضا مدسوس بيها السم، فكانت يعني هيك تريد انه تسمم اي احد تلقاه بطريقه من زملائها حتى بس تنتقم من عندهم، فتخيلوا كميه الامراض النفسيه اللي عندها. وبسبب فعلتها هاي للاسف مات استاذ بريء ما تعرفه ولا يعرفها ولا الى اي شيء، يعني ما مأذيها باي شيء، وتسمموا ثلاث اساتذه اخرين ونجوا باعجوبه، اما الاستاذ الخامس اللي ما لحق يشرب اعتقد هسه عرفتوا منو هو بالضبط، هو المعيد اللي كانت هي من البداية قاصدة إنها تسممه، ما شرب العصير أصلاً. طبعاً مي من عرفت إنه الأستاذ هذا هو الوحيد اللي ما شرب العصير بدأت تصرخ وتعيط وتتصرف يعني بخبال، وما قدروا أحد يسيطر عليها أثناء التحقيقات. طبعاً اعترفت بكل اللي سوته وقالت إنه سوت هيجي بدافع الانتقام، وتم وضعها بالسجن. وطبعا لانها من عائله ثريه وذات نفوذ بداوا يحاولون بكل الطرق انهم يطلعوها ويحاولون انهم يعني يلقون اي ثغرات حتى بنتهم تطلع من السجن او على الاقل تنسجن لكن ما تاخذ اعدام، لكن حكم عليها يعني بالاعدام، الى انه اهلها خلوا لها محامي جدا قوي لقى ثغره قانونيه قال انه مي هي مريضه نفسيا ويعني ما يصير المريض النفسي ينحكم عليه اعدام، وانما لازم تطلع من السجن وتروح لمصحه نفسيه، وبالفعل تم وضعها بمصحه نفسيه. وكثير من يعني الاقاويل ظهرت بعد ذلك، حتى وصلت ناس يقولون انه المخابرات نفسها هي اللي خلتها انها تسمم هذا الاستاذ لانه كان من المعارضه. هاي طبعا من الاقاويل اللي انحكت في ذاك الوقت وما معروف مدى صحتها، لكن الشيء المؤكد انه مين وضعت بمستشفى الامراض العقليه، وبعد سنه 2003 كثير من زملائها شهدوا وقالوا انهم شافوا مي وهي حره طليقه بالاردن، وما حد يعرف شلون طلعت مثل الشعره من العجين من هاي القضيه. طبعا اكو اشاعات اخرى تقول لا انه مي بالفعل انعدمت، لكن اكثر الاقاويل اللي انا سمعتها انه لا هي راحت لمستشفى امراض عقليه وبعدها اصلا طلعت. طبعا لهنا خلصت هاي القضيه الشهيره جدا اللي بالثمانينات، اعتقد ماكو احد يعني جامعه بغداد وكليه الطب تحديدا ما سامع هاي القصه، لكني حبيت انه انقلها على اليوتيوب لاول مره، اتمنى تكون عجبتكم. يعني للاسف قصه هي حزينه لكن قصه غريبه كلش، انه منو يجيب باله يسمم هالقد ناس وفوقها بعصير. المهم اذا عجبكم الفيديو سووا لايك واشتراك للناس اللي ما مشتركين، واكيد انتظروني بفيديو جديد وتصبحون على الف خير.